الشركة منظمة الإيفنت ده مع المتطوعين، المتطوعين هم الأساس في الموضوع، بس إحنا كنا حاطين الإيفنت ده كفكرة مع مصطفى النجار لتنفيذ رؤيته إن هو ينهض بالدايرة من خلال استكشاف مشاكلها من خلال وجهة نظر الناس اللي ساكنة فيها. ده أول كرنفال ينظمه الأهل لمدينة نصر نفسهم لأهل مدينة نصر، هم اللي دافعين الفلوس، هم اللي منظمين، هم اللي خدوا أجازات من شغلهم. فدي كانت طريق، كانت اول خطوه في ان احنا نجمع ونرفع الواقع. احنا عندنا كل جمعه لمده 5 جمعة تقريبا كل منطقه في مدينه نصر، المنطقه الثانيه اللي هي ضمه الهجانه ومنطقه يعني كذا منطقه على مستوى مدينه نصر كلها، ان شاء الله هتبقى كل جمعه باذن الله. الهدف من اليوم النهارده ان احنا موجودين علشان ناخد اراء اهالي المنطقه الاولى في المشاكل واولويه المشاكل. احنا كنا عملنا حصر مشاكل حوالي 20 مشكله. الهدف الثاني ان احنا عايزين نجمع زمر التخصص في المنطقه بحيث ان احنا نقدر نوصل للمتخصصين في حل المشكله دي لما نيجي ننزل على ارض الواقع. الجزء الثاني ان احنا عملنا تصويت على القيم وعلى شعار لمدينه نصر والقاهره الجديده. فكره من القيم ان احنا عايزين فتره جايه نمشي على قيم معينه ونحطها قدام عينينا ونطبقها في كل حاجه هنعملها لما ننزل ارض الواقع. احنا عايزين ندي الفرصه لاهل المنطقه ان هم يشاركونا في كل خطوه بنعملها، ودي بصراحه كانت مبادره الدكتور مصطفى ان هو عايز اهالي المنطقه يشاركوا معاه، يشاركوا معاه في المشاكل، يشاركوا معاه في اقتراحاتهم، يشاركوا معاه حتى في الحلول، يكون ليهم دور فعال.